ليس من الغريب أن نسمع برحلة ملاحة بحرية انتهت بغرق مأساوي، ولكن ماذا إن قلت لكم أن سفينة اليوم ظهرت من العدم وعادت إلى العدم؟ لغز آخر من ألغاز حوادث التاريخ الغامضة التي شغلت الرأي العام وما زالت. قصة غريبة بل مرعبة، وقضية غامضة أثارت جدلاً واسعاً، والأسباب مجهولة. ومن كان منكم يخشى عالم البحار فليأخذ نفساً عميقاً، لأننا اليوم سنبحر في رحلة للبحث عن الحقيقة. على متن سفينة أورنج ميدان الغامضة. أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم سنبحر فيها على متن سفينة بخارية، وسنعود فيها إلى أربعينيات القرن الماضي. سفينة ليست كأي سفينة، أثارت وما زالت تثير الجدل بنواحيها المختلفة. سفينة غامضة ومصير مجهول لطاقم اختفى بكامله. روايات مختلفة لحادثة هي الأغرب في تاريخ الملاحة البحرية. فما القصة؟ لنغوص في عالم البحار ولنحاول أن نعرف ما حقيقة ما حدث لأورنج ميدان، السفينة الغامضة. هذه الحلقة برعاية منصة بينمو للتداول. هذه المنصة من أكثر منصات التداول شفافية ودقة، تتميز بحسابات تجريبية للمبتدئين مجانية وتحت إشراف عملاء بينمو الخبراء في تعليم التداول. وعند البدء بالتداول ستجد نفسك في غرفة تجارة مريحة مدعومة بخبراء على مدار 24 ساعة. على منصة بينمو أيضاً وفي خانة المسابقات ستجدون العديد من المسابقات الدائمة والتي يمكنكم الاشتراك بها برسوم بسيطة ومجانية أحياناً، وبجوائز قد تصل إلى 40,000 دولار. رابط منصة بينمو تجدونه في شرح هذا الفيديو. عام 2019 ومع صدور لعبة الفيديو Man of Medan عادت إلى الواجهة وبقوة قصة السفينة أورنج ميدان، السفينة التي شغلت بال المؤرخين والكتاب منذ عقود خلت وإلى اليوم. فما الموضوع؟ حسناً، السفينة أورنج ميدان هي بحسب أغلب المصادر وبحسب الرواية الرائجة سفينة شحن هولندية بطاقم دنماركي وألماني وأندونيسي، انطلقت من الصين قاصدة كوستاريكا، إلا أنها لم تكمل مسيرتها بل غرقت قبالة سواحل ميدان الأندونيسية عام 1948، وفي مصادر أخرى عام 47. أغلب المصادر التي ذكرت هذه الحادثة أكدت أن السفينة لم تحمل منذ البداية اسمها الشائع، بل اكتسبت اسمها والذي يترجم برجل ميدان نسبة إلى الساحل الذي غرقت قباله، دون إشارة إلى اسمها الأصلي في أي من المصادر. إلى هنا الأمر طبيعي، سفينة كآلاف السفن كانت تبحر وغرقت، إلا أن هذه السفينة وضعها مختلف. تبدأ القصة مع نداء استغاثة تلقاه ضابط من الجنسية الإيطالية كان على متن سفينة أخرى تدعى سيلفر ستار، تمر بالقرب من منطقة الحادثة. النداء كان من أحد أعضاء طاقم فريق أورنج ميدان، والرعب ظاهر في صوته. أما رسالة الاستغاثة فكانت التالي: نحن نطوف، كل الطاقم ومن ضمنهم الكابتن ماتو، وجثثهم مسجات في غرفة المخطوطات وعلى ظهر المركب. يتوقف النداء برهة قصيرة ليكمل المستغيث بآخر كلمة قائلا: وأنا أموت. وينقطع الاتصال بعدها. اتجه بالطبع طاقم السفينة المنقذة باتجاه موقع سفينة أورنج ميدان، وعندما وصلوا كانت السفينة ساكنة، لا دخان من مداخلها ولا صوت لمحركاتها، فقط تتهادى على سطح الماء مع أمواج المحيط الهادي. صعد طاقم السفينة الأخرى إلى سطح السفينة المنكوبة ليصدموا بما وجدوه، الطاقم بأكمله ميت ومعهم كلبهم. الغريب ليس بموت الطاقم بأكمله فحسب، بل بالوضعية التي وجدت الجثث فيها. الجثث كانت مفتوحة الأعين فاغرة الأفواه، تنظر إلى موقع محدد بطريقة تجعل الناظر إليها يجزم أنهم أصيبوا بهلع قبل وفاتهم مباشرة. والأمر ينطبق أيضا على كلبهم الذي وجد بفم شبه مفتوح، دلالة على نباحه قبل الموت. حقا مرعب، أليس كذلك؟ إذا كنتم تظنون أن الأمر انتهى هنا فأنتم مخطئون. أنصتوا جيدا. بعد العثور على الجثث بدأ الطاقم بمحاولة اكتشاف ما جرى، إلا أن نداء من سفينتهم أجبرهم على ترك السفينة المنكوبة في الحال، فالدخان بدأ يتصاعد فجأة من عنبر مخازن السفينة. وبالفعل
غادر الطاقم سفينة الأورنج ميدان، وفور وصولهم إلى متن سفينتهم فوجئوا بانفجارات تصيب الأورنج ميدان واندلاع النيران فيها وغرقها في أعماق مياه المحيط دون أي أثر باق لها. بالطبع انتشر الخبر وذاع صيت السفينة بجثثها الغريبة، وموضوع بهذه الغرابة والغموض بالطبع ستثار حوله مختلف الفرضيات والنظريات، وإحدى هذه النظريات حتما ستصدمكم. إذن سفينة غارقة وجثث غريبة وموت غير مبرر ومصير مجهول، كل هذه العناصر هي حتما مادة دسمة لمختلف الروايات والفرضيات التي حاولت تفسير ما جرى. النظرية الأولى بالطبع يجب أن تكون من الماورائيات، موت غامض وهلع وخوف وانفجار مفاجئ. إذن السبب أشباح. نعم أشباح. المقالات المختلفة التي صدرت في مختلف الجرائد والمجلات الأمريكية، منها The Albany Times و The San Francisco Examiner أو الهولندية Elsevier Weekly والمجلة الإندونيسية دي لوكوموتيف، ذكرت هذه الفرضية نقلا عن السكان الإندونيسيين الذين سمعوا بهذه الحادثة، ومن هناك أي من إندونيسيا انبثقت قصة السفينة. بالطبع هذه الجرائد والمجلات لم تتبنى هذه الفكرة، والسبب معروف، فكرة الأشباح ليست بالفكرة الواقعية. فرضية أخرى برزت لتفسير ما جرى، حوادث سفن غريبة إذن يظهر القراصنة إلى الواجهة. أيضا هذه الفرضية ذكرت في المقالات المختلفة بغرض طرح كل الأفكار التي تم تداولها، إلا أن الباحثين والمحللين استبعدوا الموضوع بناء على المعطيات التي وصلت والصور التي قيل أنها لأحد أعضاء طاقم السفينة المنكوبة. لا أثر لردود أو خدوش أو دماء على الجثث، لا أثر أيضا لسرقة حصلت. إذن النظرية أيضا مستبعدة. بعد هاتين الفرضيتين تبدأ الفرضيات التي يمكن اعتبارها منطقية والتي حظيت بتأييد من أغلب الكتاب والمحللين. هل تذكرون المقال الذي نشر في جريدة دي لوكوموتيف؟ حسنا، المقال الصادر أو بالأحرى سلسلة المقالات الصادرة في العام 1948 تحدثت عن موضوع آخر. هناك ناج وحيد استطاع استخدام أحد قوارب النجاة والابتعاد عن السفينة، هذا الناج الألماني والذي تجدر الإشارة إلى عدم ورود اسمه في أي من المصادر، وجد على سواحل جزيرة مارشال في المحيط الهادي. الرجل الألماني لم يبقى على قيد الحياة واستسلم لجروحه، ولكن قبل وفاته أخبر الرجل منقذيه بما حصل. السفينة خرجت من ميناء صغير في الصين قاصدة كوستاريكا في محاولة لإبقاء حمولتها سرية، إلا أن هذه الحمولة الغير شرعية كانت سبب المأساة. السفينة كانت تنقل كميات كبيرة من حمض الكبريت أو سلفوريك أسيد بحسب الناجي المؤقت إن صح التعبير، فالحمولة لم تخزن بالشكل الصحيح، ونتيجة الإهمال تسرب غاز من هذا الحمض قضى على طاقم السفينة قبل أن يتسبب بانفجار السفينة وغرقها في المياه. أحد المنقذين الذين وجدوا الرجل الألماني أخبر الكاتب سيلفيوس كيرلي بالواقع، تذكروا هذا الاسم جيدا فهو شخصية محورية في حلقتنا هذه. الكاتب وين بروكس ذكر هذا الأمر أيضا في مقاله المنشور عام 48 في جريدة The San Francisco Examiner. ما ذكره الرجل الألماني يتوافق مع ما ورد في كتيب ألماني يتناول هذه الحادثة ويعود تاريخه إلى العام 1953. هذا الكتيب الذي اكتشفه البروفيسور الألماني ثيودور سيرزدورفر، ويرجح أن كاتبه يدعى أوتو ميلك، يحمل عنوان The Death Ship in the South Seas، أي سفينة الموت في البحار الجنوبية. في هذا الكتيب يتحدث الكاتب عن أن السفينة كانت تحمل سيانيد البوتاسيوم والنيتروغليسيرين. التخزين الخاطئ والإهمال أديا إلى تسرب الغاز السام بهدوء وقتل أعضاء الطاقم قبل أن تنفجر السفينة بفعل التفاعلات الكيميائية بين هاتين المادتين. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه والذي يأتي على لسان مايكل إيست الكاتب والمؤرخ المعاصر هو: إذا ما افترضنا أن المسبب لهذه المأساة فعلا هي الغازات السامة، فلماذا لم يتأثر فريق السفينة المنقذة عندما صعدوا على متن السفينة، علما أنه بحسب الروايات الفريق توجه فورا إلى السفينة المنكوبة بعد تلقي نداء الاستغاثة لا جواب. ومن هنا بدأت تظهر الفرضية الأكثر جدلا، السفينة ليست موجودة من الأساس،
والقصة برمتها مقتبسة من حادثة أخرى، وتمت إضافة التفاصيل المثيرة الأخرى إليها بغية الربح المادي والشهرة. بل القليل من البحث أظهر أن لا اسم لهذه السفينة أو سجلات لها في أي من المواقع أو الجهات المختصة بتسجيل وتدوين الحركة الملاحية حول العالم، وأبرزها لويدز شيبينج. وحتى موضوع الإنقاذ والسفينة المنقذة لم يظهر في أي من السجلات الموثقة، بل أن الروايات والمقالات التي تناولت القصة اختلفت في تحديد الوقت والمكان الذي حدثت فيه هذه الواقعة الغريبة. فمن العام 1940 ومن ثم 47 وصولا إلى العام 48 ومن وقوع الحادث قبالة جزر السولومون، ومن ثم تغيير المكان إلى جزر المارشال وصولا إلى جزيرة ميدان في سومطرة، هذه التغيرات في الأزمنة والأمكنة أثارت الشكوك حول صحة القصة من عدمها. في هذا الصدد تخبرنا الباحثة إستيل هارغريفز أن أولى الأخبار أو الروايات التي ذكرت حادثة من هذا النوع لم تصدر عام 48 أو حتى 47، بل عام 1940، ونشرت في الصحف البريطانية The Daily Mirror و The Yorkshire Evening Post خلال الحرب العالمية الثانية. اسمعوا التالي. القصة تقول أن نداء استغاثة صدر عن السفينة وتلقته سفينة تجارية بريطانية. هذا النداء حمل نفس الطابع المرعب، إلا أن المستغيث من السفينة المنكوبة طلب أولاً مساعدة طبية ليعود بعدها ويطلب مساعدة سفينة حربية. تم العثور بحسب هذه الرواية على 12 جثة دون ذكر أي كلب، كما أن هذه الرواية لا تأتي على ذكر الرعب الذي اعتلى وجوه الجثث كما ذكرنا في الرواية الأكثر تداولاً. القاسم المشترك الوحيد هو الانفجار الذي أرسل السفينة إلى أعماق المحيط. هل تذكرون فرضية القراصنة؟ حسناً، هذه الرواية البريطانية القديمة تفترض أن طلب الاستغاثة بسفينة حربية قد يكون سببه تعرض السفينة لهجوم من القراصنة، إلا أن التقرير البريطاني أو الرواية إن صح التعبير لم يأتي على ذكر الحالة التي وجدت عليها الجثث لتعزيز هذه الفرضية بحسب الباحثة إستيل. هذا ليس كل شيء. هل تذكرون سيلفيو تشيرلي الكاتب الذي تحدث إلى أحد المنقذين الذي أسعف الناجي الوحيد قبل موته؟ هذا الرجل هو الذي أخبر صحيفة دي لوكوموتيف بقصة الناجي بعد زعمه بأنه سمعها من فريق الإنقاذ، إلا أن الكاتب مايكل إيست له رأي آخر. بحسب مايكل، تشيرلي كان يقيم في ترييست الإيطالية، حيث الرواية الأساسية التي صدرت عام 40 ظهرت للمرة الأولى، وكان تشيرلي من أوصل قصة السفينة للأخبار الهولندية عام 40، ومن ثم عاود اسمه الظهور عام 48 مع ظهور قصة الناجي الوحيد للعلن. بل اسمعوا التالي. أول مقال ظهر للعلن بتفاصيل القصة المعروفة كان في جريدة إلسافير ويكلي. القائمون على هذه الجريدة أوردوا أنهم حصلوا على القصة من الرجل الإيطالي الذي تلقى نداء الاستغاثة من السفينة المنكوبة، إلا أن هذا الرجل اختفى فجأة. والملفت أن تشيرلي كان دائم الاختفاء ولا شخصية محددة له. هذه المصادفات كلها دفعت مايكل إيست للاعتقاد بأن قصة السفينة أورنج ميدان برمتها قصة ملفقة، وأحد السيناريوهات التي وضعها إيست هي أن هناك بالفعل سفينة غرقت بظروف غامضة خلال الحرب العالمية الثانية كما ورد في تقرير البريطانيين عام 40، ولكن لم يكن اسمها أورنج ميدان. وقام تشيرلي هذا بتحوير التقرير الأصلي وإضافة التفاصيل المثيرة والمرعبة، بل وإعطاء السفينة اسمها، وخلق قصة الناجي، ومن ثم تسويق روايته في مختلف المطبوعات. بل يقول مايكل أن الضابط الإيطالي الذي تلقى نداء الاستغاثة بحسب الرواية وأخبر القصة لجريدة إلسافير ويكلي لم يكن إلا الصحفي الإيطالي تشيرلي. ويختم مايكل بالقول: هناك دائما حقيقة في أعماق أغلب الأساطير، إلا أن الطبيعة البشرية تميل إلى تصديق القصص الغامضة والإثارة المحيطة بالأسطورة، ما سيؤدي إلى ضياع الحقيقة مع مرور الزمن. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا حول الأورنج ميدان، السفينة الغامضة التي ظهرت من العدم وعادت إلى العدم، سفينة لفها الغموض من كل النواحي وجعلها مادة دسمة لهواة الأساطير والأحداث الخارقة للطبيعة، أحداث وتاريخ مثير للجدل أبقى باب الأسئلة مشرعا لعقود خلت وأخرى قادمة. ودعوني أرى آراءكم أنتم في التعليقات حول حقيقة ما جرى.
هل هناك فعلا سفينة بهذا الاسم؟ وإن كانت موجودة، أين سجلاتها برأيكم؟ ما الذي كانت تحمله السفينة حتى أحيطت بهذه السرية في حال إثبات وجودها؟ وهل ما حدث له علاقة بالظواهر الخارقة للطبيعة، أشباح أو جن أو ما شابه ذلك؟ أم أن القراصنة كانوا أبطال الحادثة وتم تهميشهم لزيادة الغموض؟ وماذا عن التفسير العلمي الوحيد لما يمكن أنه حدث للسفينة المزعومة، أي الغازات والتسريبات الكيميائية السامة؟ أم أنكم تتفقون مع الرأي الذي يقول بأن القصة برمتها ملفقة؟ وإن نجح العقل البشري ومخيلته برسم هذا السيناريو الغريب برمته، كيف استطاع إقناع كبرى الجرائد والمجلات بصحة هذه القصة؟ أم أن لهذه القصة أو السفينة إن صح القول أسرار أخرى تخفيها جهات معنية لأسباب سرية لا أحد يعلم؟